السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المصب المائي في مرفأ اليسرى وحديقة اليسرى، لاحظوا كمية التلوث الموجودة والتي تخرج من هذا المصرف المائي وتصب في مرفأ اليسرى وحديقة اليسرى. عيالنا عيال اليسرى مو بقدرين تسبحون في هذا المتنفس الوحيد لقرية اليسرى. لاحظوا كمية التلوث الموجود، وسبق وتحدثنا مع الجهة المعنية في هذا الأمر، ولكن لا حياة لمن تنادي. لاحظوا التلوث، وهذه إطلالة جميلة، يعني هذا المتنفس الوحيد لأهالي اليسرى، إطلالة جميلة تطلق على جسر الملك فهد. فنطالب الجهات المعنية بحلول جذرية بإغلاق المجرى المائي، ويكون هذا الساحل متنفس لأهالي اليسرى الكرام وعيال اليسرى.